هاد الموديل هذا حتى هو الطلب ديالكم ودرنا لكم في الايد اليوم الموديل كيفاش داير تيحمق. وتخيلوا معايا في التنبات، شوفوا معايا كي جا هاد الموديل تيحمق والتنبات كيفاش جا في اللون ما شاء الله. شوفوا هذا موديل ديال الرضيخ، شوفوا معايا كيفاش جا بهاد اللوينات ما شاء الله. اليوم شفتوا الموديل هذا حتى هو ما شاء الله الكحل بهاد اللوين كيفاش البنات. هاد الموديل بالراندة العريضه وبالتنبات وبدو بالفاص، شفتوا تشوفوا معايا هذا الموديل كي جا رائع اليوم. اليوم البنات درناهم عاوتاني في اللوينات جداد والطلب ديالكم. هذه المره درت الموديلات ديال تكاشطا البنات حتى هما فيهم ثمن واسع البنات. اليوم كيفاش جات ما شاء الله لبسنا لكم هذا البلوغ. وهذا اهلا وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، فيديو جديد ونهار جديد وموديلات جداد. اليوم كيف ما كتشوفوا بلا شك عرفتونا اليوم حنا فين، رجعنا عند امينه لانها مجدنا عاوتاني موديلات جداد. ودائما كيف ما ولفتنا امينه الجوده والجديد والثمن المناسب كذلك. اليوم ان شاء الله هادشي كامل وجداتو لينا امينه، واليوم ان شاء الله كاين قفطنات وكاينه حتى في بعض الموديلات في تكاشط ان شاء الله حتى هما غادي نشوفوهم. الناس اللي اول مره غيدخلوا معنا مرحبا والف مرحبا، والناس ديالنا راه عارفين المحل فين جا. المحل جا في 17، دابا حنا 17 بين كازا وبين المحمديه. النعت غادي نعطيكم غير من هنايا لان 17 معروفه بصحاب الشوايه، يعني الناس اللي تيديروا الشوايه معروفه هاد البلاصه. الشوايه بقات هنا القدام، هادي الزنقه فين كاينين مالين الشوايه والدخله هنايا عند امينه باش ما نشدش الناس. غنخلي لكم ان شاء الله طريق في الاخر ديال الفيديو. الشوايه سولوا غير على الطاكسيات البرنوصي، امينه غير وقفوا حدا الطاكسيات البرنوصي وعيطوا ليها، يعني غير الطاكسيات البرنوصي. شوف البنات هنايا فين كاينين، غدخلوا مع الزنقه اللي كيوقفوا فيها الطاكسيات. غنخلي لكم ان شاء الله النعت في الاخر تاع الفيديو كتحل دائما، غير من الاحسن نعيطوا في التليفون ما شاء الله. لما كانت هي راه كيكون الاخ ديالها في المحل. نبداو على بركه الله تتليفري في كازا، يعني في كازا في خارج كازا، هي هذيك كازا وفي خارج كازا وحتى الاوروبا، يعني الناس اللي في خارج المغرب حتى هما راهم كيتواصلوا معنا وكنصيفطوا لهم. زعما انا معاك كنصيفطوا لهم مرحبا والف مرحبا. ونبداو على بركه الله ونقولوا للامينه بعدا السلام، كي دايره؟ لاباس عليك؟ بخير امورك مزيان كلشي على خير الحمد لله. الله يحفظك. فيديو لقاء المشاهدين ومتابعين قناه العثمانيات بخير وعلى خير يا ربي امين. ان شاء الله الناس اللي دخلوا الناس اللي كاينين يكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله. كنشكرهم بزاف على الوفاء ديالهم وعلى الاخلاص ديالهم. مرحبا صراحه كيتواصلوا معايا كيقولوا لي هذيك الانسانه كنبغوها بزاف. الحمد لله كتاثر عليا. الحمد لله الله يحفظك حتى انا كذلك والله. ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم كيف ما كتقول لهم احلى المتابعين. على بركة الله اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، باش نتوما ان شاء الله تذكروا تصليوا عند وحنا يباركنا الله في الفيديو ديالنا. ونقولوا بسم الله على بركة الله ان شاء الله. بأول موديل شوفوا معايا دائما الكريب والطرز، هانتوما البنات طرز كميمات في صالة الايفازي. هاد الموديلات هما اللي مطلوبين بزاف، كيطلبوهم بزاف المتابعات. هكا طريزات بهذا الشكل واللون في اللون، وهذه حتى هي البنات تخيلوا معايا هادو حتى هما جليبات ديال 400 و500 درهم. راكم عارفين السوق اشنو فيه امينه شحال غتلقى؟ 300 درهم. الكريب طرز في صدر، طرز في صدر، في صدر طرز في الكميمات الصاله الايفازي. درتي لنا في هذا الموديل ثلاثه اللوينات حيت بزاف تيكتبوا ليا جوج جلابات ثلاثه جلابات، حيت هادو ماشي جلابات الشركه البنات، هذه جلابه ديال المعلم. يعني امينه كتخدم هكا كتجيب ثلاثه د اللوينات كتفصلهم كطرزهم وكتخيطهم. الموف مع هذاك زعما بعض المرات كديري شي الوان جريئه امينه زعما تبارك الله عليك. هانتوما اللون الموف بهاد اللوين فلاشي، وعندنا الغوج بغيك ثلاثة ديال اللوينات اللي في هاد الموديل 300 درهم. المقاسات أمينة ميديوم اكس ال، يعني هادي تلبسها ميديوم اكس ال، هادي تلبسها ميديوم اكس ال، هادي ميديوم اكس ال. لا وقولي ليا هادي ميديوم، هادي ال، وهادي تلبس الاكس ال. هاكاك باش اللي بغات شي طايب اللي عجباتها هادي تلبس الاكس ال، هادي تلبس ميديوم لارج اكس لارج، تلبس من الميديوم حتى الاكس ال. هادي من ميديوم ال وهادي ميديوم ال 300 درهم كيف ما قلنا لكم الارسال. وجيو مرحبا بكم ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. موديل البنات هادو جلابه ديال المليفه، هادو خدمناهم بالمليفه. هانتوما جات الطريزه هنايا في الكميمات،
وطريزه في الفتحات هكا. بالنسبه للفيديو اللي فات كتبت لي انا واحد المتابعه حنا الدبيديبات ما عندناش الزهر، دابا هذا الفيديو عندكم الزهر. امينه برعاتكم في لي غون طاي، شفتوا هذه تلبس دوبل اكس ال، يعني تلبس 32 31 في الربع ديال الصدر، يعني هنا تلبس 32 31 هذه. شو نشوفوا اللوان امينه، نعطيكم هنا هنايا مخدومه هكا كيف ما كتشوفوا، كتسمى سلسله المليفه، ها جات عريضه على نوره، كاين طي صغيره في الكحل، الالوان ما شاء الله فيهم. دابا درتي هاد اللوان طيات كبار وطيات صغار، ما شاء الله. هذه الموف ها هي موف موف، جوج لوان خدمتي فيهم جوج. سيري. وكاين هذه بالنسبه للمليفه كاين جوج كحل وجوج هذا، وبالنسبه للكريب كاين هذا اللون وكاين هذا اللون الغوز. وكاين هذا اللون موطاغ جديده. انا نشوف لكم اللون، كاين هذا الموطاغ هذا نفس الخدمه، هذا ما فيهش العقاد، جات فيه هذه السلسله هكا هنايا ودرتيها حتى بالصم والكريب. سيري امينه. كاين الغوز ومخدومه حتى هي نفس الطرزه، الطرزه في الكم وطرزه هنايا، هذه مخزنيه مخزنيه. سيري امينه شحال تلبس امينه؟ هذه كتلبس 3 اكس ال، هادو كلهم اللي هزيتي دابا 3 اكس ال. عندنا هذه حتى هي بالموف، حتى هي في الكريب، طريزه هنا وطريزه هنايا وطريزه كذلك حتى في هاد السلسله هنايا في الصدر. شحال تلبس الامينه؟ هادو كيلبسوا من الميديوم حتى للطروا اكس ال، حتى للطروا اكس ال. وكاين عندنا جوج في اللوان الموف، وعندنا الكحله اللي لابسه نوره، والثمن ديالهم امينه هادو بالمليفه، بالمليفه 400 درهم، كريب 400 درهم، 400 درهم. هادي مليفه اميره، هاد الموديل ولا هاد الطرزه هادي ب 400 درهم، شفتوا؟ وماشي ثمنهم، راكم عارفين جلابات بحال هكا بشحال كيتباعوا. الله يسخر الجميع، ونشوفوا ان شاء الله موديل اخر. الاخرى البنات شوفوا معايا هذا الموديل، حتى هو كيجي جلابه سامبل، اللون في اللون الطلب ديالكم ما شاء الله. هاد الزواقه خدمناها عاوتاني في تلوينه اخرى للطلب ديالكم، شوفوا معايا اييه البلوغوا، وجا البلوغوا في الحرير غلب من اللي فتو، بجات زوينه. كتدخل فيها هاد الخدمه هكا ديال البرشمان، الايفازي الصاله ها نتوما شفتوا ما شاء الله. ولابسه امينه الكحل، ديالها هي لابسه امينها، لابساها في الكحل وفيها هاد اللون. درتي فيها ثلاثه اللوينات؟ لا فيها اللوين مازالين انتم. درتي الشيبي، درتي الاورانج، ودرتي الاسود، ودرتي حتى السومو، درت السومو الموف، اللوينات اللي مطلوبين هادي قلتي لي خدمتي فيهم وباقي الناس كيطلبوهم. صحيح الناس اللي طالب، مازال الناس هاد السيمانه طلبوا لي الغوزان ديال ما بقاش، كنت اصلا نتبع فيه بزاف الغوزان ديال، ودرت فيه هاد اللوينات جداد هانتوما، اللون في اللون قوت على الاذان. الغوز حتى الغوز راه خدمت فيه امينه اللواء، خدمت فيه شي اربعه الطلب ديال المتابعات حيت طلبوا ليها هاد السومو بزاف. والكحل اللي لابسه امينه، بالنسبه للمقاسات هادو شنو يلبسوا لنا؟ حتى دوبل اكس ال، حتى دوبل اكس ال، والثمن ديالهم البنات غير 400 درهم فقط. الكريب دو سوا هانتوما وبالطرز وغير 400 درهم. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. موديل اخر البنات حتى هو شوفوا كيف جا ما شاء الله، هذا حتى هو جا هكا بالطرز كيف ما كتشوفوا ما شاء الله. الكميمات كذلك حتى هما مطروزين، هذا داخل فيه الصم، هذا الصمباطو ما شاء الله، هادو درتيهم مخزنيين انتما في صاله مخزنيه. ودائما الكريب راه تيبان لكم البنات الثوب تبارك الله، امينه ديري جلابه هكا انتما شفتوا راه كيبان لكم الثوب ما شاء الله. هذه في الكحل الكريب دائما الكتيفه الطايحين انتما النواغ. عطينا اللوينات اللي درتي فيهم امينه، هذا اللوين هذا حتى هو بلاتي نوره ها انتما مخدوم هذا بالاخضر حتى هو كيجا ما شاء الله. تتقولي لنا المقاسات امينه شنو غيلبسوا؟ يلبسوا حتى للطروا اكس ال، والطيات الصغار شنو يلبسوا لهم؟ من الميديوم، من الميديوم. دوري ليا نشوف اللون، فيه البلوغوا، فيه داك البلو بحال الجين، وفيه الكحل، وفيه الغوز اللي لابسه نوره واللي ملبوس حتى هو. والثمن ديالهم امينه 400 درهم، 400 درهم البنات، راكم عارفين هاد الجليلبات الثمن ديالهم، والامينه 400 درهم الارسال كيف ما قلنا. ونشوفوا الموديل اخر بنات، هاد الموديل في الاخضر ملكي كي جا حتى هو ما شاء الله. شوفوا معايا اللوين ما شاء الله، والفصاله دائما الايفازي، هادو خدمتهم امينه هكا بالصم للطلب ديالكم. والصم شنو كتقولي لي؟ قلتي الباطو، عطيني يدك نوره ها انتوما ما شاء الله. الكريب
دائما المزيان. هادو درتي فيهم هي جوج لوينات درت وتباع بقات ياك. ما شاء الله ما درت شاء الله، ستة كما ديما كندير، ولكن تباع بقات. الله يسخر والله يكمل والله ينفع ومرحب بصحتهم اللي لبسوهم وشراوهم. عندنا في هاد اللون البنات، وعندنا في هاد الاخضر. حتى هادو البنات 400 درهم بدل 500 و550 400 درهم. نشوفوا ان شاء الله موديل اخر. هاد الموديل هذا حتى هو الطلب ديالكم، ودرنا لكم فيه لوينات فنين كيف ما كتشوفوا. واليوم لي غون طي غيتبرعوا مع امينه في جليلبات. شوفوا معايا اللون الاول هانتوما، دائما الكريب دوفاس هذا نقرب لكم، اللي مخدوم هانتوما دوفاس ومخدوم هنا بالكاترفيل العقيدات في صاله مخزنيه كيف ما كتشوفوا، كبير على نورا وجات يعني تلبس لبتي طاي والكرون طاي. ودارت لنا فيهم امينه الوينات عاوتاني جداد، الوينات جداد امينه. انتم شوفوا هذا الاخضر هذا كيفاش جا كيحمق. شوفوا معايا هذا التخكوا كيفاش جا حتى هو ما شاء الله. والموف اللي خدمت منه امينه العرارم الطلب ديالكم بغاوه الناس، والشيبي هانتوم و 400 درهم. شفتوا 400 درهم حيت عارفين ما يمكنش تلقاو جلابه بالكاترفيل وبالدوفاس تلقاوها ب 400 درهم، يستحيل. وعند امينه تلبسوها ان شاء الله. مرحبا ونشوفوا موديل اخر. بنات هذا الموديل هذا حتى هو ما شاء الله الكحل بهذا اللوين كيفاش جا ما شاء الله. يعني هذه حتى هي الطلب ديال هذا الفيديو ناقص 100 درهم، كانوا 500 درهم اليوم 400 درهم. ولكن هادو جدادين. جدادين حيت خدمتي فيهم بزاف. لا بغينا نديرو الناس كادوات. يلا البنات هادو اليوم غير 400 درهم ماشي 500. بلاتي بين قصتي 100 درهم نشرحها مزيان. البنات هادو حيت كنا خدمنا هاد الموديل هذا واللي خداو ب 500 نعتذروا لهم، ولكن حيت خدمنا فيه بزاف. هذا مخدوم بالصفيفه عريضه ومخدوم بالدبانه وبالدولار كبير وفي الكميمات كذلك والمليفه وفيه الشوشة والكريب والشوشة هانتوما فيها الشوشة هانتوما ها الكحل. ولكن المهم البنات ما لاصقاش فيها هانتوما. فيهم شحال من لون، ها الأخضر ملاكي بالحمر، وفيها الماغون بالخضر ملاكي، وفيها الموف، واللولي لابسة نورة. ها شنو هما؟ توجد هاد الماغون بواحد الخضر آخر. هانتوما البنات خمسة ديال البياسات ياك، خمسة خمسة ديال البياسات من 500 درهم، تحيدات لكم 100 درهم 400 درهم البنات. يلا امينه كادو، هذه راه كانت 500 درهم غنصورها قالت 400 درهم بصحتكم تستاهلوا. بالنسبه للمقاسات امينه كتلبس حتى الطروه اكس ال، حتى الطروه اكس ال. البنات دائما موديلات الكاترفيل. شوفوا معايا الموديل قرب لكم، والكريب هانتوما كيفاش كيجي هذا بالدولار، عين عقده السفيفه كيفاش مخدومه، الكميمات هانتوما دائما الكريب في صاله مخزنيه، الشوشه كلهم فيهم ياك كلهم هانتوما. الاسود كيجا ما شاء الله الكحل، في هذا الاخضر اللون في اللون ولكن شويه زايد في الديكرادي على القيانوره انت هنايا باش هما يديروا سكرين. شوفوا الموف مغلوق بالموف مفتوح، هذا موف اخر بالغوز، موف انوي او موف عاوتاني بالموف. شفتوا والثمن امينه 500 درهم. هادو 500 درهم لان هاد الدولارات الدولارات هاد الخدمه هادو شفتوا ما شاء الله. هادو راه ما تيهبطوش على 600 درهم 600 700. يلا البنات 500 درهم ديروا سكرين اللون اللي عجبكم ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. يا البنات هاد الموديل بالرانده العريضه وبالتنبات وبدوبل فاس، شفتوا ما شاء الله. قرب لكم باش تشوفوا الرانده، تشوفوا الخدمه. ديري ديك نوره ها انتم شوفوا الخدمه كيفاش مخدومه، شفتوا لا فينيسيون ديال الرانده. علاش كنهضر البنات؟ هذه بحال خدمتيها لراسك، يعني خديتي الثوب ودفعتي تخدم لك الراسك. شوفوا من هنايا الخدمه تبارك الله على المعلمات ديالنا، والدرس كذلك. شوفوا الدرس كيفاش مفيني كيفاش مخدوم ما شاء الله. هنايا كذلك عريضه، وهنايا مخدومه بالتنبات والفصاله. خدمت لنا فيهم الوينات هذه عاوتاني الكوليكسيون الجديده اللي خدمت امينه ما شاء الله. والكريب دائما فيها الوينات دارتهم فنين. نشوفوا الالوان اللي صوبتي فيهم، شوفوا معايا الغوز بالتخكوا ها هو، فيها هذا اللوين هذا الاورنج هذا
بالكري يعني بالديك غادي ديال اللي مع الثوب. هانتوما شفتوا الخدمه كيفاش دايره ما شاء الله، وحتى الثمن غيعجبكم، حتى الثمن زوين. سيري امينه، كاين هاد الموف بالبوردو، وكاين الكري بالغوز. شفتوا اللوينات عاوديهم باش يديروا سكرين. هانتوما اللولي لابسه نورا الغوز الموف، والثمن امينه 600 درهم الراندا العريضه والتنبات والكريب دو فاس. شوفوا الخدمه ديال التنبات، اللون باللون الحرير ما شاء الله، والراندا كيفاش مخدومه شفتوا ما شاء الله، و600 درهم يعني اثمنه جد جد مناسبه. وكما كنقول لكم الثمن والجوده، الثمن مناسب والجوده. اليوم السلعه ما شاء الله كثيره، خليوكم معنا. اخرى البنات، هذا موديل ديال الرضيخ، شوفوا معايا كيفاش جا بهاد اللوينات ما شاء الله. اليوم شفتوا هذا الرضيخ، الطرز ديال الايد تبارك الله، اللوينات جاوا متناسقين مع هاد الفيغ. وهذا درناها في صاله المخزن الايفازي كيف ما كتشوفوا، هذه بياسه وحده اللي الله وجدات، لان كتعرفوا الرضيخ كيشد شويه الوقت في الخدمه، هبط هكا شويه نورا باش يبان لهم. هذه شمن مقاس امينه؟ بس حتى الاكس ال، لبس الاكس ال شفتوا. والثمن ديالها امينه اليوم 500 درهم، جلابه بالرضيخ وب 500 درهم وبالكريب. يلا البنات غتلقاو جلابه بالرضيخ وبالكريب ب 500 درهم غير عند امينه والعثمانيات ما شاء الله. تلبس الدوبل اكس ال، ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. موديل هذا مليفه ومخدومه بالطرز باليد، هذه مليفه كشمير، هانتوما نص تزايري والطرز باليد. شو هذا الطرز باليد، تعطينا جلابه باش نشوفوا الطرز عن قرب امينه. وهذه مليفه كشمير، شو هانتوما الخدمه. هذه راها كبيره نور، عطينا العرض ديال ديك الجلابه شحال عريضه شفتوا، دير غير يدك هكا غيبان العرض. هانتوما هذه تلبس من دو تلبس الطروه اكس ال، هذه ياك حيت عريضه بزاف وانت تعرفي. شوفوا الزواقه الاخرى، هذه زواقه فن هذه امينه، لحيت بان اللون في هذا. شوفوا هاد الزواقه كيفاش دايره، خطيره هاد الزواقه هذه. شوفوا من هنايا الطرز باليد، هانتوما علاش كنقلب باش كتشوفوا الدقه ديال الطرز، يعني بحال مطروز بماكينه. هذا راه الطرز تاع الايد شفتوا ما شاء الله كيفاش جات فنه، طرزه خطيره. هذه اللي لابسه نورا في الصاله المخزنيه، وهذه لا ايفازي حيت هذه باينه بحال كتاف طايحين ولا حيت كبيره حيت عريضه. شفتوا بالنسبه لهاد الخضره شنو تلبس اشمن؟ هذه تلبس دوبل اكس ال، ماشي كثر من دوبل اكس ال، غير دوبل اكس ال ما شاء الله. هانتوما الدوبل تاع الطروره تلبسها امينه. هانتوما هاد الما هاد اللون هذا، وهذا عاوتاني هذا عاوتاني هماوي هاد اللون شفتوا معايا بالطرز باليد، جات فنه ما شاء الله. شوفوا هنا الطرز كيفاش كيجي، مليفه كشمير. هادو تيلبسوا طايات كبار، ما فيهمش طايات صغار امينه، فيهم طايات فيهم بحال هاد الكحله صغيره. وهذه هي صغيره، هاد الصفره هادي اوكي سيري، هاد الاخضر كيتلبسوا من الميديوم حتى للطروه اكس ال، من الميديوم حتى للطروه اكس ال. هادو جلالب بالمليفه ومخدومين طرز باليد، والثمن ونص دير، والثمن هادو 650 طرز باليد والمليفه كشمير بروميان ونص دايره ما شاء الله 650 درهم. اخر عندنا حتى هو اليوم مليفه كشمير وبالتنبات وباللوينات البنات، شوفوا معايا ونص دزايري، حيت واحد المتابعه كتبت لي علاش كتقولوا نص دزايري، هذا الضفيره كتسماه بهذا الاسم هذا. نورمالمون السطوح كيكون غير بالطراسم، هذا دير له الضفيره والطريه والعقيدات، العقيدات بالديم والطريز ما شاء الله. يعني جات فيه هادو خدمناهم الاولين بالطرز، وهادو خدمناها بالتنبات في الصاله العاديه الايفازي، والمليفه كشمير اللون الثاني اللي عندنا هو هذا الاخضر هذا حتى هو. نتوما عندنا الشيبي، عندنا الباج الباج ترابي، وعندنا هذا الموف. هانتوما بالنسبه للتنبات البنات، الناس اللي اول مره، اما الناس اصحابنا عارفين مالين الدار شتو. وهذا بالتنبات بالعقيق سنيده، ماشي العقيق الغليظ، هذا العقيق سنيده اغلى عقيق ولا الجوده العاليه في شفتوا ما شاء الله كيفاش جاوا. هانتوما وشحال غيدوزوا هادو ديال 650 حتى هما بالتنبات 650. يلا البنات ما يمكنش تلقاو اثمنه بالعقيق سنيده
وبالتنبات وبالكشمير هذا المليفه كشمير وبالستمية وخمسين. شفتوا ما شاء الله، شوفوا الموديلات الاخرين، ندوزو ان شاء الله للتنبات والجديد اللي جا في التنبات. شوفوا معايا اول موديل كيفاش جا ما شاء الله، حتى الطريقه ديال الموديل بهذا اللوين هذا والفصاله. دائما اليوم تبارك الله التنبات دارت فيه امينه ما شاء الله. ملي غنبداو امينه اول موديل، ها نتوما شوف، شوفوا معايا، شتو ما شاء الله. ودائما تنبات بسنيده والخدمه الخيط دابا كلهم كيجيو كيقلبوا ياك. ها نتوما اللون باللون، يعني اي لون في العقيق خصو يتخدم باللون ديالو ديال الحرير ديال الخيط باش كيبقى في ديك اللمعه. نشوفوا الزواقه الاخرى، عطيني ها نتوما وبلاتي دوري امينه باش يشوفوا. شوفوا هاد الزواقه هادي ديالنا للضو، شوفوا هادي حتى هي كيفاش جات ما شاء الله. ها نتوما ديروا سكرين، غير هاد الاورانج فيه المغلوق فيه المفتوح، ودرتي فيهم طيات كبار امينه بان ليا هنا العرض ما شاء الله. تال 3 اكس ال، شوفوا واو هاد الموف كي جات فنه، ما عرفتش علاش اللون المغلوق دائما تيعجبني. ها نتوما هاد اللون كثرتي منه، واش مطلوب؟ مطلوب لهم حنا الاصفر هذا. ها نتوما مخدوم بالموف كي جا، شوفوا هادي حتى هي كيفاش جات. وباقي الاسود سيد الالوان، ديروا سكرين غير بديت تقلي شويه امينه باش بحال يديروا سكرين. ها نتوما هاد الاسود هذاك عاوتاني بالاخضر، ها نتوما هادي فحال اللون اللي شفنا في الاول، درتي حتى في البوغدو. ها نتوما درشيمه هادي زوينه ما شاء الله، كاين هاد اللون هذا حتى هو، واخر لون باقي شي لون الموف. لا بقى البقره ندير كله الاحطار نشوفوهم. هادو مخدومين تنبات بالخدمه ديال المعلم، المعلم بسقلي. هادو مخدومين بالتنبات بخدمه المعلم، والثمن امينه 600 درهم. 600 درهم، عرفتني غنخطا الثمن. يلا البنات جلابه بالتنبات وبالكريب وبال 600 درهم، راه ما تلقاوش التنبات بهذا الخيط بهذا الثمن هذا. اخرى البنات في التنبات، شوفوا معايا كي جا هذا الموديل تيحمق، والتنبات كيفاش جا في اللون ما شاء الله. شوفوا هنايا الكتيفات كيفاش جا فيهم التنبات، يعني هذا ستيل، هادو عاوتاني حضاريين اكثر حيت كلهم تيجيو بالملاقيه حتى بالتنبات. شوفوا ما شاء الله في صاله مخزانيه ما شاء الله. نشوفوا اللوينات، ورينا اللوينات النوره. ها نتوما فيهم الاصفر، ديروا سكرين شوفوا الكميمات هادو عامرين. كنت ديك المره قلت الامينه ما بقايش ديري في الكموم، وقالوا لي المتابعه حتى في الكموم كيجيو زوينين. شوفوا معايا هاد الغوز كيفاش جات ما شاء الله، شفتوا. شوفوا هاد الخضره هادي فحال تقريبا اللي لابسه نوره، غير هادي ما فيهاش في هنا، شفتوا. ديروا سكرين، هادو البنات 700 درهم بالتنبات كاملين كيف ما كتشوفوا، كلها تنبات 700 درهم. واحد الكحله خطيره غتشوفوها دابا، شوفوا هاد الكحله هادي كيفاش جات شتو ما شاء الله، اللهم بارك. 700 درهم. وهاد الاخضر هادي، هادو راه كنا كندوزوهم حتى ل 1000 درهم 700 درهم. ودائما تنبات اللون في اللون، حتى المقاسات كيلبسوا البيتي طاي والكرون طاي. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. دوب يا سال البنات اليوم كيفاش جات ما شاء الله، لبسنا لكم هذا البلوغو هذا دو بياس. هزينا راه كباش يبان، كتهبط كلها غيزيدي الزينوره، كتهبط كلها من هنايا على هذا الشكل شفتوا. توب باش مخدوم القميص التحتاني، يعني تقدري تلبسيه بوحدو. وهنايا شوفوا، شوفوا الراندا كيفاش جات، يعني بالملاقيه كميمات بالدرس الكول. شوفوا اللوان، عطيني واحد اللون مفتوح باش تبان ليهم الراندا كيفاش جات. ها نتوما شوفوا هذا الاخضر، وهذه سميتو جوهره. كيفاش نقول لكم فيها، ها نتوما شوفوا التوب كيفاش داير، ماشي داك اللي كتبين، ها فيها منها فيها واحد الصقلي، ومن هنايا كيفاش كتجي الراندا. عندنا فيها الخضر، شوفوا نوره
عندنا فيها الكري، دوريها هانتوما فيها الكري كتجي على هذا الشكل، يعني هو فيه هذا الصم هذا، هانتوما قرب لكم، يعني هو فيه واحد اللمعه، وحتى القميص التحتاني حتى هو نفس الشيء، فيها الالوان، شوفوا الالوان اللي باقين، فيها هذا الموف، فيها الكري، فيها البلوغوا اللي لابسه نوره. الثمن ديالهم 600 درهم البنات، شفتوا 600 درهم دو بياس وبراندا ب 600 درهم. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. الست اللي جات هي البنات، حتى هي اليوم غتبقى بحال اللي لابسه نوره، 600 درهم عندنا فيها هذا اللون، حيت خدمتي فيها لهذا اللون والموف والزرق، بقات وحده في الخضر. عطينا اللون امينه، كاين الغوز اليوم 600 درهم. يلا دو بياس بهذا بالتليجه 600 درهم، ثلاثه د البياسات اللي بقاو فيهم، يعني كنا دوزناهم 700 بقاو دابا ثلاثه 600 درهم. قفيطنات شوفوا معايا هذا الموديل كي جا رائع اليوم ما شاء الله، تليجه بالكريب وبالتنبات ما شاء الله، جيتي حمق حتى البليات لتحت جاو فيه كتارين، جا فيه كلوش. شوفوا نقرب لكم، شوفوا الموديل يعني مخدوم هكا بالصديفات، رجعوا صديف دابا الكميمات، يعني الكم درتي بحال شي الكوميجات، راه كل واحد هانتوما على حسب، هانتوما بالصديفات وبالتنبات ما شاء الله. الموديل كي جا رائع هذا الموديل، هذا شوفوا معايا جفن حتى اللون جا زوين، عندنا فيه لوينات امينه وفيه مقاسات. نشوفوا اللون اللي جبتي لنا فيه، كاين هذا اللون هانتوما، في هذا الموطارد، وفي هاد السياج سيري لي باش يبان ليهم امينه، انا قلت لك غير سيري باش يبان ليهم اللون وديروا سكرين. هانتوما فيه تخكوا، فيه هاد اللون، فيه الابيض لشي عروسه. الله يسهل على البنيات كاملين، درتي البلون كاستي العريسات نيت. يلا شي عريسات كاينين يبانوا في هاد القفيطنات، والثمن ديالهم امينه 700 درهم، قفطان بالتليجه بالمليفه وبالتنبات وب 700 درهم، والمقاسات اللي درتي فيهم امينه شوف كتلبسوا حتى دوبل اكس ال، ولكن اصغر طاي دوبل اكس ال كتلبسوا من الميديوم، كتلبس الميديوم الال اكس ال والدوبل اكس ال، قفطان كتلبس بس الام اس راه تلبسوا 700 درهم البنات. وعندنا حتى العريسات عندنا جوهره، جوهره دايره برومو كاينين ها هما دايره 400 درهم، هادو جوهره في السولد، هادو 400 درهم جوهره مزيانه ومخدومه بالكترفيل، هانتوما جوج بياسات. بالنسبه لهاد المقاسات اللي مكتبه ليهم شحال المقاسات؟ ميديوم لارج اكس لارج، وهذيك الاخرى حتى هي ميديوم لارج اكس لارج. يلا جوهره ب 400 درهم، يلا البنات جوهره ب 400 درهم عند امينه، غير اللي ما بغى يلبس لكم البنات جوهره باش تشوفوا كيفاش جات، لانها عجبتني وقلت نلبسها لكم. شو ما شاء الله حيت ثمنها 400 درهم ما يمكنش تلقاو جوهره 400 درهم لكم. لهاد الموديلات ديال تكاشطا البنات هما فيهم ثمن واعر اليوم، ها نتوما كيف ما كتشوفوا جلابه جلابه تكشيطه صافي عينا تكشيطه البنات، الفوق كريب والتحت تحت لاسوا دوري نورا، كتجي افتتاحات على هذا الشكل هانتوما كيف ما كتشوفوا، ومخدومه بالتنبات. واخا نشوفوا الموديل عند نورا مخدومه بالتنبات، دائما التنبات سنيده وهذا موزونه هانتوما، يعني بحال تكاشط بحال جلالب. هاد التكشيطه شحال غتبقى امينه اليوم؟ 800 درهم 16 الف ريال. جلابه تكشيطه بالكريب وبالتنبات، عندنا هذا اللون هذا وعندنا هاد اللون، هاد السيال بالموف شوف هذا لتحت شفتو، والفتاحي هكا في الجناب كيف ما كتشوفوا العقيدات، حتى هي 800 درهم. المقاسات اللي غيلبسوا لنا هادو امينه هاد الموديل عندنا فيه جوج بياسات، وكاينين موديلات اخرين حنا غنحاولوا نصوروا لكم، لان باش ما يجيكمش الفيديو طويل ونشوفوهم ان شاء الله. مع معايا هاد الموديل حتى هو ديال تكشيطه كيجا ما شاء الله، شوفوا معايا هادي حتى هي مخدومه بالكريب حتى هي، وكلها هكا بالحجر بالكترفيل ومنبته، ياك الكترفيل عطيني كميماتك امين قديمه مزيان هانتوما شفتو، وحتى القميص اللي تحتاني حتى هو كم وتا هو مخدوم شفتو، يعني تلبسي حتى هو بوحدو كيف ما كتشوفوا ما شاء الله، جاتك شيطه غزاله.
هادو كل بياسه خدمت منها امينه وحده باش كل وحده تلبس بوحدها. ثمن امينه ديال هاد التكشيطه 1000 درهم ما شاء الله. كاين موديل اخر تكشيطه ديال جوهره، هادي كلها يد هي ديال 1200، هادي كلها يد تكشيطه 100% ولسحت ياقوته، ياقوته ثوب ثوب. قلتي لي سير امينه القدام، قلتي لي امينه هادو خدمتيهم باليد للطلب ديال المتابعات، قالوا لك بغينا شي حاجه باليد وشي حاجه يعني من خويا كما تنقولوا. هادي جا وطاي كبير لا اش من طاي هادي؟ هادي تلبسها 3XL، 3XL تكشيطه بالهذا قولي لي بجوهره وبالثوب ياقوته. شوفوا كيفاش مخدومه كلها باليد. 1200 درهم، 1200 درهم. الام شي عريس ولا شي عروسه بحال اللي معانا، الله يكمل عليكم بالخير والله الا فنه. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. نزول هذا الموديل، هذا بروكار تكشيطه بروكار، شوفوا ما شاء الله. هادو حتى هو الطلب ديال الكليان، هما اللي طلبوا هاد الموديلات هكا ما شاء الله. شتو وماشي داك البروكار شويه خفيف، سميتو بغوشي دو سوا. كيجي حتى القفطان حتى هو مخدوم، حتى هو بالكميمات ياك، فيه كميمات افتحات في الجناب دورين ورا، نتوما افتحات في الجناب ما بانوش الفتاح، مع جمعتيهم هكداك شوف الافتحات كيفاش جاو. عندنا فيه هذا الشويبي وعندنا فيه الاخضر ما شاء الله. المقاسات اللي تيلبسوا هاد اللبسات امين دوبل اكس ال، والثمن ديالهم 800 درهم. يلا البنات تكشيطه 800 درهم شتو، وبحزامه. وكاينه واحد التكشيطه في الكحل، هادي شوفوا معايا هاد التكشيطه هادي، هادي ما لبستهاش لكم باش كلشي غيقول لك بغيتي هذيك التكشيطه، من الاحسن نوريها لكم هكا، لان ما شاء الله شوفوا معايا كيفاش جات هابطه كلها هكا، الخدمه بالكاتر فيلو بالتنبات، وهذا باطو والتفينه التحتانيه حتى هي مخدومه كامله، والتكشيطه بالكمام يعني تقدري تلبسي القفطان بوحدو تلبسي بالتفينه ديالو بوحدو. هادي امينه بشحال؟ 1000 درهم. باقي الموديلات ديال تكاش، بغات تكاش تيجي راه كاين في المحل ان شاء الله، كاينين الموديلات. غادي ندوز لكم الطلب ديالكم، غندوزو لي كيمونو باش نختموا ان شاء الله. لي كيمونو اليوم البنات درناهم عاوتاني في اللوينات جدات، والطلب ديالكم هذه المره دارت امينه غير الكحل الطلب ديالكم ما شاء الله. كاينين زواقات مختلفين، هاد الزواقه هادي هكا كيف ما كتشوفوا دخلتي فيها غير ثلاثه اللوينات. نشوفوا اللوينات اللي كاينين امينه. بالنسبه لهادو كاينين فيهم، درتهم كلهم طوال، كلهم درتهم كلهم طوال بحال جلابه. شوفوا هاد اللون انتوما، اش هاد اللون ماليكم، كاين هاد اللون هذا، كاين هاد اللون، وكاين هاد اللون، وحتى هاد اللون. انتوما غير باش تسكرينيو باش يبان لكم. دائما شوفوا معايا التنبات اللون في اللون سنيده دائما. شوفوا هاد اللون هذا، وكاين هاد اللون هذا، وكاين هاد اللون ما شاء الله تبارك الله. درتي فيهم العدد الثمن اليوم امينه 600 درهم. 600 درهم كيمونو بالتنبات. ولهنا غادي نختمو، لكن قبل ما نختمو امينه دايره لكم واحد الكادو، متابعه وحده غتفوز بجلابه جوج. يلا نشوفوهم، جلابه دو بياس ب 400 درهم من الجزائريه والطرز، جلابه دو بياس ب 400 درهم ها نتوما شفتو كادو للمتابعات دو بياس. وكاين قميص حتى هو كادو للمتابعات، ها هو 300 درهم وبالتنبات شفتو بالتنبات 300 درهم كادو للمتابعات اللي سبقات غتستافد به. وها نتوما الجلابه كيفاش كتجي دو بياس هكا شتو، تصاوبها لنا امينه. شمن المقاس هذه امينه؟ هذه تلبس دوبل اكس ال، تلبس دوبل اكس ال، وجلابه دوب بياس اليوم 400 درهم اللي مكتبه ليها. ختموا البنات الفيديو سهلا، نتمنى ان شاء الله الموديلات يكونوا عجبوكم والاثمنه كذلك ياك امينه. مرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه لشتي البنات راه حنا وريناهم لكم كاملين، الاثمنه مناسبه، لا كاريتي ديما كيف ما كنقول لكم، والثمن والجوده الجوده مهم. وكاين التكشطات الكيتشي اللي وريناكم، كاين شي حاجه اللي بغات تكاش تجي مرحبا بها المحل. حتى لهنا وسالينا، شكرا بزاف على حسن الاصغاء وحسن المتابعه،
والإخلاص وأي حاجة لقناة العتبانيات. وبسلامة. بسلامة عليكم. الفيديو جاي. السلام عليكم. بالنسبه للطريق كما كتشوفوا انا طلعت من الطلعه ديال التيط من الليل، يعني جيت على طريق السيار كيف ما كتشوفوا. غير غادي تدخلوا هانتوما، غير غتطلعوا من لوطوروت، يتبعوا معايا الطريق بالنسبه للناس اللي تجي على لوطوروت، والناس اللي غادي تجي على ايكيا غدوز من لتحت. هانتوما تجاري هنا الطاكسيات ديال البرنوصي، والناس اللي غتجي راه الطاكسيات البرنوسي كيحطوا حداهم. هادو فين وريتكم، ها نتوما على يدي اليمين طاكسيات البرنوسي، الزنقه الاولى اولا الثانيه، دخلتوا مع الاولى اللي على التجاري، ها نتوما على البنك قرض الفيلم.